مين عزمان؟ انا ما حدا بيعزمني، انا برفس الباب برجلي وبفوت امتى ما بدي وين ما بدي يا انزكي. لك تنكسر اجرك انت والساعه اللي فتي فيها لبيت سعاد. شو انت مالك حاله عنا لتخربي بيت بنتي؟ بيت بنتي؟ وليش ما اخرب لبيتها لسعاد؟ هلا انت بدك تخربي بيت سعاد، ريتك تقبري حالك. والله الحجر اللي ما بيعجبك بفجك يا امزكي. إذا حطيتها ببالي مو بس بيتها بخرب ليا وبيت ولادها كلياتن، المهم ما حدا يقرب ناحي وناح بنتي لطفية. قولي لها هيك لسعاد. يلي ما بده حدا يقرب ناحه بيحبب الناس فيه، مو بيربي عداوة وبيشعل النار حتى يخرب بيوت العالم. والله اللي بدق الباب بيسمع الجواب. ايه تصطفلي يلي بدك يا ساوي. ها وحياة هدول، إذا ما انخرب بيتك وبيت بنتك لأطلع أنا بالحارة بالقرعة.